نعم، في الحقيقة إيران ترغب في الحوار وترغب في الحياة. الشعب الإيراني يحب الحياة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد أن تنتعش وتستفيد من حياتها اليومية، ولهذا السبب ذهبت للحوار مع الدول الستة الكبرى ووصلت إلى اتفاق عادل واتفاق ربح بربح، يعني لم يكن فيه طرف خاسر، جميع الأطراف خرجوا راضين، وهذا الاتفاق أيدته يعني قرارات مجلس الأمن الدولي وصوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يعني قرار 2231 ألغى جميع العقوبات السابقة وأيد الاتفاق النووي. لكن ماذا تفعل مع البلطجة الأمريكية؟ يأتي رئيس ويتصرف تصرف قانون الغاب، لأنه يمتلك القوة، يريد إذلال الشعوب، يريد الدول تكون ذليلة له، يريد إيران تكون كالدول الإمارات والبحرين وبعض الدول الذيلية للأسف الشديد، لا يريد الندية، لا يريد السيادة للدول، لا يريد الاستقلالية طيب والكرامة للشعوب.